ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويذكر اسم الله قصد لأجله أتيتم معشر الحجيج لحج بيت الله الحرام، من أجل هذا المعنى، لأن تشهدوا المنافع وأن تذكروا اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات في القول الراجح عند أهل التفسير أنها عشر ذي الحجة من الأول حتى العاشر، ومنهم من يجعلها أيام الحج حتى نهاية أيام التشريق، ومنهم من فرق بين الأيام المعلومات والأيام المعدودات في الحج، فقال المعلومات هي العشر الأوائل من ذي الحجة، والمعدودات هي أيام التشريق في سورة البقرة، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.